حلقتنا النهارده هنتكلم فيها عن افتكاسات الافراح او اللي بيسموها موضه الافراح، ومعرفش موضه ايه او موضه على ايه. بس 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 اللي انت بتقوليه ده، ايه المشكله لما يكون في موضه في الافراح او في شكل جديد يفرح الناس غير الافراح التقليديه المعتاده؟ يعني هي جت على الافراح وما يبقى لهاش موضه يعني؟ وبعدين ايه المشكله لما واحده مثلا غنى او واحد غنى لاخته في فرحها؟ ما هو كده فرح اخته، يعني دي مفاجاه جديده بالنسبه لها. طبعا انا مع ترندات الافراح ومع كل حاجه بتفرحنا ومع البهجه والفرحه والسرور. طيب ماشي حلو، بس انا افرح لما اخويا مثلا يغني لي في الفرح. ماشي بنشوف، بس احنا بنشوف للاسف حاجات غريبه جدا. بنشوف شباب لابسين نظارات. طب ليه بتلبسوا نظارات؟ عشان نظارات شمس بالليل ولا بالنهار ولا ليه؟ طب بالنهار هتبقى مبلوعه لو الفرح معمول الصبح، لكن ليه احنا ممكن نقعد نصور الفرح وناخده كسلعه او فيديو ننزله على السوشيال ميديا ونقتحم خصوصيات الناس؟ هي دي الموضه بقى؟ لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع. خصوصيات الناس، ايه اللي انت بتقوليه ده يا مروه؟ انت كبرتي الموضوع كده ليه؟ يعني انت وديتيني في حته تانيه خالص. اللي دخل خصوصيات الناس في الافراح يا ست مروه؟ يعني صاحب فرح عازم الناس، فالناس بتروح تفرح له وتفرح نفسها وتفك الكبت اللي على نفسها، هو ده كده بيدخل في خصوصيات الناس؟ طيب يعني لما بنت، انا هسأل سؤال دلوقتي، يعني لما بنت صاحبة العروسة ترقص معاها ويجي شاب يصورها والبنت يحصل ليها مشكلة، زي مثلا صاحبة الفستان الأزرق، دي مش الدخول في خصوصيات؟ يعني مش دي خصوصيات؟ يعني انت مش شايفة ان دي خصوصيات؟ بصي وافتكاسات. بصي موضوع الفستان الأزرق ده طبعا هم تدخلوا في خصوصياتها، والموضوع يضايق، واحنا كده دخلنا في موضوع تاني خالص. وانا كمان كنت متابعه جيده للبنت، لان هي معاها حق، هي كمان ما حدش صورها من القاعه، دي اتصورت من كاميرات القاعه، فدي حاجه تضايق، خصوصا ان ما كانش في حد غير العروسه وبيقولوا بنات. انا معاكي فيها، بس انا مع الفرحه مع البهجة مع افتكاسات الأفراح مع أي حاجة تخلينا فرحانين ومبسوطين. ما احنا ممكن احنا نفرح، بطبعنا ممكن نفرح شعب يا إيناس بنحب من غير ما نعمل أي افتكاسات. أنا بقى شايفة إن الافتكاسات الجديدة دي حتى لو بصراحة بتفرح، دي حاجة كده بسيطة وصغيرة ما لهاش أي معنى بالنسبة لي. فرحة العمر زي بقى الافراح بتاعت زمان، زي الاغاني الجميله اللي كنا بنسمعها ايام زمان. في لمسات حلوه وجميله ممكن نعملها من غير بقى افتكاسات ومن غير نظارات ومن غير تصوير ومن غير بهرجه زياده عن اللزوم. الفرحه فرحه في القلب. الفرحه مش بهعمل ايه وهفتكس ايه. الفرحة إن أنا أكون فرحانة وسعيدة بابني ولا ببنتي كده يوم فرحه، وقاعدة أتفرج عليه هو وعروسته في الكوشة. هي دي بالنسبة لي الفرحة، مش الافتكاسة اللي في الفرحة، ومش برضو مش البهرجة الأوفر في الأفراح. يعني عايزين نرجع برضو شوية. أنا على الرغم إن إحنا مجتمع شرقي وغربي، أنا بشوف إن الأجانب بصراحة عندهم فكر في الحتة دي أكتر مننا. طبعاً أفراحهم طبعاً. سهلة بسيطة سلسة شيك كلاسي وجميلة، وما فيش كل البهرجة ولا كل التكلفة ولا كل المصاريف ولا كل الإبداعات. تلاقي العروسة والعريس ماشيين في جنينة حواليهم ناس لطيفة بيحبوهم وفرحانين ليهم، وبيكتبوا الكتاب ولا بيعملوا الجواز حسب هم جنسيته يعني ملتهم إيه، وخلص وخلصت الحكاية. هو دي الفرحة. طبعا يا مروة انتي رجعتيني لسنين فاتت، وفعليا كانت احلى سنين. بس افراح زمان فيها حب، وافراح دلوقتي برضو فيها حب. افراح دلوقتي فيها حب ودفى وعيلة
واغاني وبهجه طول الليل وفرحه، والعيال الصغيره بيتلموا ونضحك ونهزر. برضو بيبقى في حاجات جديده بتغير المود الروتيني. يعني احنا دلوقتي يا مروه بقينا 2023 بنحاول نعمل حاجه جديده، بنحاول يبقى الموضوع مختلف. الفرحه فرحه والحب حب، والحاجه تبسطنا كلنا بنبقى مؤيدينها، وكلنا بنحب الفرح والانبساط في مصر وفي الوطن العربي والشعوب العربيه كلها. احنا ناس مبهجين. ايوه، مش زي يعني الاوروبيين، يعني زي كده يعني ما العروسه تيجي كده تروح جايه قرصه العروسه من ركبتها وزي ما انا مثلا وده من زمان على فكره. أيوة، تروحي تجري وتمسكي بوكيه الورد. في فرحه، في بهجه. بوكيه الورد بقى ده بنروح جايين حاتفين البوكيه الورد كده ورانا، ده بهجه وفرحه. وفي ترندات دلوقتي. طب دي كانت حاجات قديمه قوي احنا كلنا كنا بنعملها ولحد دلوقتي ما كانش فيها دي مشكله خالص، ولحد دلوقتي بنعملها.